حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز احتفالية الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري. نعم، وذلك احتفاء بالأداء الاستثنائي والنتائج المتميزة التي حققتها الشركة على مختلف الأصعدة المالية والتشغيلية خلال عام 2022، وذلك بحضور عدد كبير من كبار الضيوف والشخصيات ورئيس مجلس إدارة الشركة وممثلي الإدارة التنفيذية وعدد من الإداريين والموظفين. وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالمسيرة التي تسير عليها الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري في تحقيق النتائج الطيبة التي تظهر الوصول إلى التعافي المالي المنشود للشركة بما يعزز استدامة مسيرة التنمية والتطوير. وأوضح سموه أن شركة أسري ماضية في تحقيق المساعي الرامية إلى مستقبل مستدام، متمنيا سموه للشركة دوام التوفيق والنجاح. وقد أعلنت أسري من خلال هذه الأمسية النتائج الإيجابية التي حققتها منذ بدء إطلاق وتنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل لإعادة هيكلة إجراءات وعمليات الشركة كافة في العام 2019، والتي تمثلت في إطلاق حزمة من البرامج الاستثمارية والتحديثية التي أتت ثمارها وفق مختلف مؤشرات قياس الأداء الموضوعة وما صاحبها من تحسين للبيئة التشغيلية وتحقيق نتائج مالية إيجابية وصولا نحو العودة التدريجية للتعافي المالي للشركة منذ بدء تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يضمن نجاح مساعيها الرامية إلى تحقيق مستقبل مستدام، حيث شهدت الشركة نموا ملحوظا في صافي دخلها من خلال تحقيق هوامش ربح قياسية لم تتحقق في السنوات العشر الماضية، وذلك بفضل النهج البناء الذي اتخذته الشركة على مدار السنوات القليلة الماضية. وبهذه المناسبة أعرب سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد رئيس مجلس إدارة الشركة عن سعادته بتحقيق هذه النتائج الطيبة التي تظهر الوصول إلى التعافي المالي المنشود للشركة بما يعزز استدامة مسيرة التنمية والتطوير، مثمنا الدور الاستثنائي الذي لعبه كل من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية للشركة للنهوض بأعمالها.